اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي في حلقه جديده من حلقات برنامجكم سولوا الناس. موضوع حلقتنا لهذا اليوم كيهم الاحداث الاخيره اللي وقعت في الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا واعتقال 6 من اعضاء ديالو. في هذه الاعتقالات خرجت بعض الاقاويل اللي كتقول على ان المغرب سنه 2010 قدم رشاوي للفيفا من اجل تنظيم كاس العالم انذاك واللي نظمته جنوب افريقيا. نزلنا اليوم الشارع المغربي وسنا المواطنين على هذه القراء على هذه الاحداث هذه. نتابعوا جميع. قال لك المغرب عطى الرشوه في 2010 باش ينظم كاس العالم، ما كايناش هاد الهضره هاد. كنا كانت هاد الهضره كنا حنا نظمناه، عطاو لجنوب افريقيا، ماشي التصويت اللي ديال الجزائر اللي مشى لجنوب افريقيا وديال تونس اللي مشى لجنوب افريقيا. المغاربه حنا اصلا ما فيناش هاد القاعده ديال الرشوه اكثر، يعني الرشوه كتشوفها في المغرب ولكن حنا ما نديروش هادي مع الفيفا حيت حنا عالمين. تشوف الوداد تشوف الرجاء عالمين حنا، فهمتيني؟ الراي ديالي راه باين، المغرب ما يقدرش يدير بحال هاد الشيء هذا. والمشكل انا على ما يبان لي كاين مشكل في الاتحاد الافريقي، كيبغيو ديما يديروا المغرب انه بلد ما مستعد لحتى شي حاجه وما مستعدش بزاف ديال التظاهرات. هذا ما كان ما كنظنش بان المغرب يكون عطى رشوه باش ينظم كاس العالم. خص المغرب الا كان المغرب هو من ضمن هذوك اللي عطى اللي عاونوا باش التفتيش ديال الرشوه خصهم يتعاقبوا. كلشي فلوس عشيري، الفلوس اللي كتهضر في المغرب كتهضرش كره، كايناش كره، ما عندناش كره في المغرب. جنوب افريقيا لا ما عطاوش، ما محالوش تكون الرشوه، هذاك الشيء كيكون بنادم راه يعني شنو نقول لك؟ راه كيكون التصويت فوالا، يعني بزاف ما غاديش رشوه. وكاين الفيفا اللي شي تخوك لي مونديالست، يعني ماشي شي حاجه اللي جوزيف بلاتر اللي الرئيس كاع غادي يجي ياخذ الرشوه من عند جنوب افريقيا على قبل المغرب معروف بالرشوه بحال والو يدير. المغرب ما يمكنش يعطينا الرشوه. لقاش عنده امكانيات باش ينظم كاس العالم، وجنوب افريقيا راه هي اللي نظمات. كون عطى الرشوه كون راه نظموها ديال المونديال تاحش فيه الرشوه. بنادم خدا الفلوس فهمتيني ولا لا؟ صحاب الشكاره داروا العاقه بالجيب فهمتيني. والمونديال راه بغاو ديك اللعبه ديال ينظموه هنايا بالرشوه. لا ماشي اصلا بعدا كون عطاو الرشوه باش ينظموها كانوا غينظموها، كون نظموها كون داتها المغرب. هادي كاين اصلا الكره حرام حيت فيها القمر وفيها شحال من واحد كيقمر شحال من واحد حرام. اذا المغرب هو في الحقيقه يستاهل يدير كاس العالم حيت عندنا تيرانات، عندنا كنخسروا فلوس، عندنا لعابه وان شاء الله نحاولوا نحيدوا هذا الشيء ديال الغش اللي كيقولوا واحد اللاعب في الفورمه. نحاولوا زعما نزيدوا المغرب القدام ان شاء الله. قال لي اخويا على حساب بنادم هادشي هكذا والله اعلم. عاوتاني اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما تابعتوا معنا كانت هذه مجموعه ديال اراء المواطنين حول سؤالنا اللي هو واش المغرب بالفعل قدم رشاوي باش ينظم كاس العالم 2010. مجموعه ديال المواطنين قالوا بان المغرب بعيد على هذا الشيء، والاخرين قالوا بان المغرب يقدر يكون تورط في هذه القضيه هذه. بهذا مشاهدينا احنا ما بقى لنا الا نودعكم على امل لقياكم في حلقه جديده من نفس البرنامج سولوا الناس. الى اللقاء. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب و بارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، و بلا ما تنساو ديرو جيم. و الا بغيتو تشوفو شاشة شوف تيفي ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، و ما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبرو فيه على ارائكم اقتراحاتكم و حتى انتقاداتكم.